أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على النبي المصطفى. في هذا اليوم إن شاء الله سنكمل موضوع علاج طول النظر هايبرمتروبيا. Firstly with glasses. With glasses. It is important to remember that in all these children hypermetropia tends normally to decrease with growth, age يعني, and consequently the refraction usually approaches emetropia gradually until adolescence is passed. يعني يجب أن نتذكر أن congenital hypermetropia تقل بالتدريج مع الزمن, وفي كثير من الحالات بنهاية البلوغ أو المراهقة بتكون تمت انتهت. طب ماذا يترتب على هذا؟ في تصحيح النظارة. يترتب على هذا تصحيح النظارة اني اتابع الاكزامينيشن فور فيجن يعني الفراكشن every year. ليش؟ to check up any change in refractive power. يعني مثلا الان انتبهوا معايا, طفل اعطيته glasses في العينتين بقوة بلاس 3 دايوبتر لما كان عمره 5 سنوات والاي بي دي بتاعه 50. انتبهوا كويس لكلامي, الاي بي دي يساوي 50. لما صار عمره 6 سنوات لقيت الفراكشن بتاعه 2.5 بلس 2.5 والاي بي دي 52 مثلا 52. طيب في سن 7 سنوات لقيته بلس 2 والاي بي دي 53 مليمتر. في سن 10 سنوات لقيته بلس 1 والاي بي دي بتاعه 56. الان لو البيرنتس ار اجنورنت جهله او الزموا their child to use the same glass for these years 5 سنوات ايش راح يصير؟ ايوه هذا فور ديسكشن. الان لو الزموه من 5 إلى 10 سنوات انه يلبس نفس النظاره حصير مع ايش؟ اول حاجه البلس العالي هذا التلاتة وهو بلس عالي 3. الان ولد في 10 سنوات وصل 1 يعني معاه قديش زياده؟ 2. اثنين ايش حيعملوا له؟ ارتفيشال مايوبيا. ارتفيشال مايوبيا يعني يا بناتي لما كان صغير وكان الضوء بقع وراء الشبكيه هيك كانت العدسه الثلاثه بتخليها على الشبكيه. لما صار عمره 10 سنين صارت بتدخل بتخلي الفوكس هنا ارتفيشال مايوبيا. Artificial لأنه بدي glasses. طب هاي الثاني شكرا جزيلا. الاي بي دي كان في 5 سنين 50 في 10 سنين صارت 56 يبقى انا عندي 3 ملي هنا و3 ملي هنا فرق. بيز ان بيز ان. شكرا شكرا جزيلا. شكرا غلبتك انا. الله يبارك فيك. شكرا. يبقى بريزماتيك افكت ايش بريزماتيك افكت بيعمل؟ بيعمل ديفيشن بيعمل سكوينت استينوبيا هيك بين ان ذا ايز. يبقى عشان هيك الموضوع مش موضوع نظاره وامشي, موضوع ثقافه مجتمع. لازم تثقف المجتمع.
For this reason, من أجل هذا السبب, it is the rule that spectacles of progressively decreasing strength are required. عدسات متناقصة القوة. كان 3 صار 2.5 صار 2 صار 2.5 صار 1 2 1.5 1 وهكذا. Until finally, في النهاية, in many cases they may safely be discarded altogether. يترك النظارة بالنهاية. أنا أتكلم عن congenital hypermetropia التي ولد بها الطفل. Refraction كل سنة ومتابعة للآي بي دي, متابعة القوة, وإلا بصير معه مشاكل artificial myopia وبريزماتيك effect. طيب, in older people بعد الطفولة, the advisability of winning spectacles depends upon the degree of vision and symptoms. يعني عنده مشكلتين, الفيجن والكمفورت. طالما في symptoms في this comfort, تعب, يبقى انا بدي اعطيه شوف صح بوضوح لكن في حدود ان يرتاح. ممكن اعطيه 6 على 5 ويتعب, ولا اعطيه 6 على 6 ويرتاح, 6 على 6 الا ويرتاح. الراحه مهمه, بل بالعكس بيقولوا الراحه مقدمه على النظر. كان الطفل بيشكو من صداع ومن الم فيش راحه. Young adults البالغين مش كبار كتير في السن, with an error less than 3 diopters who have normal vision and are without symptoms should rarely be corrected. يبقى انا عندي طفلة 16 سنة في ثانوية وعندها 2.5 or 2 diopters hypermetropia, ما فيش اي complaint, فيش شكوى يعني, فيش symptoms, تقرأ تمام وتشوف الطريق تمام والتلفزيون تمام والجوال تمام, الكمبيوتر خلص. لازم قلت انا هي الموضوع موضوع يعني شفافية, انا مش موظف افصل الناس نظارات, بس انا علمي ان اريح الناس. العلم الطبي اللي بتعلمه انه how to make my people comfortable, comfortable مرتاحين. طيب الآن انتبهوا للنقيض. إيش النقيض لهؤلاء الأطفال تين congenital في acquired hypermetropia؟ إيش هي acquired presbyopia؟ في presbyopia في middle and later life بعد 40 و50 makes lenses for reading of gradually increasing strength necessary. عدسات متزايدة القوة. اللي في 40 كان بده يقرأ بنص في 40 سنة, في 50 بده يقرأ 1.5, في 60 بده يقرأ 2.5 على سبيل المثال, وإلا كل واحد بيفحص لحاله. بس على سبيل المثال لو أنا خليت 60 على النص زي ما هو, إيش بصير؟ هيفشل في القراءة. يعني لو واحد إجا عمره 40 سنة مر علينا وعملنا له examination refraction للبعيد بدوش حاجة وللقريب بده نص, في النص في 40 كيف شاف وضوح, وهو الرجل هذا اعتبر الجلاسز هذه خلاص هي منتهى الامل, فيش غيرها, وعاش ل 50 وعاش ل 60 وهو لابس النص ما زودهاش, هل هيقرا بوضوح ولا لا؟ يقينا لا. يبقى الكونجينيتال هايبرمتروبيا
تتناقض مع الأكوايرد هايبرمتروبيا. تناقض واضح. المفروض تجيبولي في الهومورك كومبارزون كامل. كومبارزون كامل بين كونجينيتال هايبرمتروبيا and أكوايرد. وأنا بقول هومورك يعني عليه درجات. من ترسل إشي مقنع القلم بكتب لها. يعني ما إن شاء الله ما بضيع تعبها. واللي هي يعني مستغنية عن الدرجة هي حرة. Full comparison between congenital hypermetropia and acquired hypermetropia. أرجوك. ها أنا متزايدة القوة وهناك متناقصة القوة. هنا الاكوموديشن بينفقد خالص وهناك الاكوموديشن بيقل. في الكونجينيتال كل ما كبر بيقل. الطفل الصغير عمره عنده 12 وانتم الان قديش عندكم؟ 9 او 8. يبقى بيقل ولا لا؟ طب هو ليش بسيب النظارة؟ مش بسيب النظارة عشان صار عنده نورمال فيجن. انا هاي قصدي. فعملوا الكومبارزون. بديش اطول في الموضوع هذا. طيب مثلا في البريسبايوبيا الان قبل البريسبايوبيا ادلت عادي عنده 3 دايوبترز اوف هايبرمتروبيا ممكن يقرا من 25 سنتيمتر في 25 years ب 3 دايوبترز. 25 سنة عنده 3 دايوبترز هايبرمتروبيا ممكن بالثلاثة دايوبترز يقرأ وشوف بعيد وشوف التلفزيون والكمبيوتر والجامعة وكل حاجة. شوف الآن الفرق. كبر هذا الشخص صار 35 سنة. الآن بال 35 حيفضل زائد 3 كافي لكل شيء ولا لا؟ ليش؟ ايش اللي حيزيد؟ حتجي الاكوايرد بدري. ايرلي بريسبايوبيا. يبقى بلاس 3 از انف فور ديستنت لكن انسفيشنت فور ريدنج. مش كافيه للقراءه. كويس؟ يبقى هذا انا هعطيه في ال 35 عشان العلم الاضافي اجى كوركتنج لينزز فور ريدنج بلس 3 بعد شويه اعطيه بلس 4 ممكن اعطيه بلس 4.5 ان such كيس في حاله الايرلي بريسبايوبيا. وهذا اللي احنا قلنا عنه شويه عدسات متزايده القوه. هذا ضده ايش؟ عكسه ايش؟ في الكونجينيتال هايبرمتروبيا عدسات متناقصة القوة. If the spectacles نظارات don't improve distant vision and there are no symptoms of astenopia they need not to be worn constantly but only for close work. يعني واحد إيرلي بريسبايوبيا البعيد بسوق سيارة تمام وبشوف 6/9 6/12 تمام لك عند قراءة القراءة مش واضح بعطينا نظارة القراءة طالما انه distant vision is good بس كانه good خلاص بس كان مش good مصلح اما نظارة القريب ونظارة البعيد او باي فوكل والافضل بروجريسيف. خدتوا البروجريسيف؟ خدتوه اكيد. اتذكروا بعدين. But in later life لما اقول later life بعد الستين يعني. In later life when his accommodation has gone ايش has gone؟ انتهى اختفى.
في السبعين الاكوموديشن بصير زيرو صح؟ And all of hypermetropia becomes absolute. What's absolute hypermetropia? Absolute. That part of accommodation that could not be corrected by contraction of ciliary muscle. طب والجزء اللي كان could be corrected by ciliary muscle? Facultative. طب ليش في سن السبعين كل accommodation بصير absolute؟ hypermetropia كلها بصير absolute لأنه accommodation zero. accommodation zero ما عادش عندي في facultative. الفاكالتيتيف انتهى. السيلر مسل أصبحت floppy relaxed. بطل السيلر مسل تعمل effort. فالفاكالتي منتهى كله صار ابسوليوت يعتمد على جلاسز. بطل السينما ما تصلح حاجة كما قال الله عز وجل لكي لا يعلم مبادئ علم شيئا. سورتيش لكي لا يعلم مبادئ علم شيئا سورة الحج صح؟ طيب يبقى هنا كله صار ابسوليوت. الآن أنا مضطر إن الآن أعطيه full correction للنير و partial correction للدستانس. إذا كان بطلب للدستانس يعني بعمل له visual acuity للدستانس و refraction. إذا كان في حدود 6 على 9 6 على 12 سيب حر بدون تدخل. لكن الريدنج بده فول كوركشن ممكن ياخد بلس 3 مني. طب اذا كان الديستانس بيجين مش نافع والنير مش نافع بده كوركشن لاثنين اما بتو بيرز او باي فوكال او بروجريسيف. مش كل الكلام مكتوب هنا كويس. طيب if the complaint in adult is made only for visual symptoms. ايش visual symptoms يعني؟ visual symptoms يعني impaired vision. لا لا visual impaired vision. شوف انا الكلام ال words وال letters بيمشوا running بخشوا في بعض بيحك في عينيه عشان يشوف بيقرب وبعد هذا فيجوال. اما الصداع والالم لا هذول حاجات اوكيولار وريفير. اند ريفراكشن از نوت دان اندر سايكلوبليديا. يعني زمان زمان قبل 30 سنه مثلا كان الروتين بيعملوا سايكلوبليديا. بعدين بتقدم العلم صار السايكلوبليديا اقل من 12 years اقل من 12 سنه. بطلنا اللي بعد 12 نعمله الا في حالات يكون عنده سبازم مجهد تعبان كثير. لكن في الحاجات العاديه السايكوبليجيا لانه مش شيء بسيط خاصه الاتروبين. يعني انا بدي احكم على انهالي انه تفضل ريلاكس السيلر مسل اسبوعين مثلا. واحد بجامعه بيقرا واحد محاسب سكرتير ما بقدر اعمل له سايكوبليجيا. حتى السايكوبليجيا اللي هي within يعني 12 hours برضو صعبة شوية. فبقول لي عوضا عن السايكوبليجيا صاروا بعطوا maximal non-cyclobligic correction. يعني أنا عملت له refraction طلع plus 3 without cycloplegia non cycloplegic. بقول الافضل اعطيه الفول زائد 3 ما اعطيهوش اقل ما حطيش 2 مثلا او 2.5. بقول ايش الحكمه ان اعطيه فول non cycloplegic correction للماكسيمال؟ عشان ما اعطيش السيلري مسل فرصه لانه هان هايبرمتروب
العضله دائما ايش ريتابل، يعني بدها تنطلق. فانا بالفول كوركشن هذا بعملها سبريشن، بفضل ضغط عليها زي الزنبرك. وفي الريفراكشن 1 احنا قلنا جولدن رول، بلس لينزز سبريس ذا سيلاري ماسل، وال ماينس لينزز ستيمولييت سيلاري ماسل. لو بدي الاكوموديشن فيع بعطي ماينس، لو بدي اعمل له ضغط لتحت سبريشن بعطي بلس. يبقى انا معطيت 3 من 3 ايش عملت؟ سبريشن. عملت سبريشن بقدر الامكان، مع اني انا مش عامل سايكوبليجيا. يمكن لو عامل سايكوبليجيا بده اكثر من 3، فانا احتياطا اعطيته 3 فول دوز بس نون سايكلوبليجيك. طيب 6 ان تشيلدرن، رجعنا للاطفال ثاني، واحنا حقيقه في الهايبرمتروبيا وفي الليبرس بايوبيا موضوعنا الهايبرمتروبيا. يعني انت تكلمت عن اطفال تحت العشرة، وفي التعليم الخدمي هذا بيكون واضح انه انا ببحث على اطفال الرياض، الاطفال واوائل المدارس اول وثاني وثالث ابتدائي، هم الهايبرمتروب وهم الحول وهم اللي فيهم الاستينوبيا والسيمتومز. ما ببحث على 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 الميوبيا في هذا السن. الميوبيا في الثانويات والجامعات ببحث عنه. كبار السن بعد الخمسين اللي هو اكوايرد هايبرمتروبيا لبريس بايوبيا. في هذين القطاعين من الناس بكون تشتغلوا. In children if circumstances indicate that cycloplegic drugs should be used. والله انا في الطفل مش كل طفل بعمله سايكلوبليجيا. بعملش الا في حالات في عنده intermittent convergence sequent، عنده أسينوبيا، عنده difficult reading. ثلاث حاجات. difficult reading معناها في حاجة سينماسل زي يعني بيقرأ قراءة مش واضح، بيكتب مش واضح، مصدع، متألم، وبعدين عينه آخر اليوم تعمل كروس كروسينج للناحية الثانية اللي هو اسمه intermittent convergent، اللي بيسموه ايش؟ manifest ايزوتروبيا. لما اقول ايزوتروبيا يعني manifest convergent sequent. في هذا الطفل اضطرتني الظروف بتاعت الطفل ان اعمل سايكوبليجيا. There is some difference of opinion. في اختلاف في وجهات النظر as to the amount of the total hypermetropia which should be corrected. في رأيان وفي رأي ثالث وسط بينهم. اسمع مني. الرأي الأول بقول صلحوا 100%. It might be thought that it would be advisable to correct the whole of hypermetropia and thus place the patient in the position of the emetrope. يعني هذا الرأي رأي جذري اسمه radical opinion، رأي متطرف. يعني إن شاء الله plus 10 أعطيه plus 10 وخلاص، بتقول ليش بس؟ قال عشان أخليه emetrope. الآن في ناس علماء ردوا عليه قالوا أنت رأيك هذا يعني بندرسه. قالوا أول إشي تذكرنا remember that such a course، هذا المنحة في العلاج نعطيه 10 من 10 أو 8 من 8 أو 7 من 7 frequently results in the patient being unable to see at all بالمطلق efficiently whenever he removes or is deprived of his spectacles. عارفين ليش؟ لو شال النظارة لا بيقرأ كويس ولا بيشوف بعيد كويس، لأنه السيلري مثلا مع الأيام صار لها غياب أتروفي، غيابها بالمرة لفترة طويلة صارت
الان الناس اللي بصير معاه فراكشر للتيبيا في رجله او الهيوميرس في ايده بحطوا ان كاست، كاست يعني جبس فور 1 to 2 months. ايش اللي بصير في العضلات؟ تتيبس. لا لا بترجع بصير ريلاكس، بدليل انه ما بيقدرش يمشي او ما بيقدرش يحرك ايده. العضله الهيكليه مش قادره تحرك المفصل. طب ايش بده يعمل له؟ بوديه فيزيوثيرابي فور 1 to 2 months حتى يرجع نشاط العضله ثاني. يعني بمعنى الكلام لو واحد بيدريدن يعني طريح الفراش لمدة سنة وقفنا على الأرض حيوقع، لأن العضلات أصبحت أتروفيد كومبليت ريلاكس. كومبليت إيش؟ ريلاكس. وهنا نفس الحاجة، لما أنا بعطيه فول كوركشن على الآخر لمدة طويلة بصير اعتماده على الجلاسز بس. عينه في إجازة يعني ك ك كمصل سينر مصل، يبقى هيردوا عليه. يعني قالوا صحيح لو بنلبس النظارة بنبسط، لكن لما نشيل النظارة مش هشوف واضح خالص. يبقى هذا بلزمنا نقلل، صح؟ الرأي الثاني it would seem advisable to under correct the total hypermetropia in cycloplegic refraction. قالوا لا تعطوش 10 من 10، تعطيه 8 من 10، وتعطيه 7 من 8، أو تعطيه 6 من 8 حسب الحاجة. On the other hand, it frequently happens that the headaches. الهيديك قلنا referred symptoms of eye strain والأسينوبيا برضو. And the referred symptoms return. Referred symptoms ممكن تصل ال vomiting, nausea and vomiting. وين ال nausea and vomiting؟ في stomach. في stomach. ممكن تصل ل loss of consciousness. ممكن تصل واحد يصير nervous. ويصير aggressive. من الأعراض بتاعت الأسينوبيا. بقول if a part of hypermetropia remains uncorrected. يعني لو واحد عادي عمره 20 سنة قسنا له طلع 5 diopters hypermetropia، احنا اعطينا 2، هل حلينا المشكلة؟ لا. ليش؟ لانه في uncorrected part واكثر 60% من uncorrected. يبقى هو بيقول لي انه يعني زي العطشان اللي انا اعطيته ربع او تلك الشربة، بعد ساعة هيقول لي بدي. العين تتطلب، ما زال فيها اعراض لأستينوبيا، في عنده هيديك بلارينج اوف فيجن، في عنده دوخة، كلام زي هذا. In such cases it is quite inadequate غير كافي to be guided by hard and fast rules such for example as deduction from the total hypermetropia of one diopter. مثلا one diopter scan تحت الأتروبين ونص diopter تحت السايكلوبلوجين. وهذا قلت لكم انه منحة كبير في المحاضرة اللي فاتت، قلت منحة كبير كم اخصم ولمين اخصم، فقلنا في الاخر انه حسب الشخصيه individual. يعني يمكن انا الان عندي طفل عمره 5 سنوات، واحد عنده 10، واحد عنده 15، واحد عنده 20 سنه، وكلهم طلع عندهم +7. الخمسه ممكن اعطيه 7 من 7، والعشرة ممكن أعطيه 6، والخمستاش ممكن أعطيه 5، والعشرين ممكن أعطيه 4. الإيج بتدخل في الموضوع، لأنه الإيج
بيأثر على قوة العضلة الهدبية سلبا أو إيجابا. كل ما كان أكبر كل ما ضعفت العضلة. فالعشرين أعطيته 4 من 7 والخمسة أعطيته 7 من 7 خاصة كان عنده intermittent ازوتروبيا. أعطيته full correction في حالتين هلا تحتشوفهم. هاي الحالتين هايهم جايين هلا تحولكم إياهم. The most practical and method الطريقة العملية أكثر اللي هي individual correction. بديش أحط قاعدة، لا بقول واحد ولا بقول نص ولا بقول واحد ونص. أنا لما العيان يجيني بشوف وضعه كاملا. أنا والله سكان كبر تيست بينت فيه إزوتروبيا لو ليتنت طبعا بيختلف، مانيفست بيختلف، والإيج بيختلف، والفيجن بيختلف. يبقى في أنا الآن صرت يعني عندي جود أسسمنت، تقييم جيد لما اشوف العيان. ما حد يقول لي بالتليفون قديش اعطيه، ما بكتب في كتاب قديش اعطيه. زي ما قال لك يعني الوصفه اللي بالتليفون بطلت، ما عندنا وصفه بالتليفون. بدنا الان نفحص لانه اقل خطا بينسف الموضوع بما فيه الاي بي دي. ما فيه الاي بي دي يبقى اون اتس اون ميريت مزايا او صفات. كل واحد حسب صفاته، كيف عضلاته، كيف نظره، كيف عمره، كيف الاي بي دي بتاعه to determine the manifest hypermetropia and order glasses بعد هيك او lenses on his this basis. على هذا القاعده individual ممكن 2+7 لكن عمرهم ونظرهم بيختلف، اعطي 1-5 واعطي 1-6.5. Correcting the patient as nearly to his total hypermetropia as possible while remaining within the limits of. يعني أنا ببحث على الكمفورت وعلى good vision والإيج. يعني الثلاثة هذول مهمين جدا. الكمفورت مشكليش بعد ما البس النظارة، مصدع، ألم، بحول، بشوفش. بما يتناسب الكمفورت مع الجود فيجن ومع الايج. وهذا بدوره بيعتمد على الاكوموديشن. كيف الاكوموديشن؟ سيمتومز، فيش سيمتومز، ماسل بالانس، فيش ايزوتروبيا ولا اكزوتروبيا، وعلى الحاله النفسيه والحاله العصبيه والحاله الفيزيائيه، صحة العامة للجسم. يبقى ليس الموضوع موضوع انه انا بدي احط العيان على الاوتوريفراكتوميتر واعطيه نظارة، لا 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 لا. ممكن هذه النظارة تزيد ألما، تزيد مشاكل. الموضوع موضوع انه احسن بجن في حدود الراحة، راحة تامة مع بجن جيد. ممكن احط العيان على 6/5 لكن شكوى ليل ونهار. ممكن احطه 6/9 وهو مرتاح وبينام طويل الطويل. كيف اني اعمل بالانس بين اكوموديشن والسيمتومز والمسل بالانس والفيزيكال ان نيرفس ستيت؟ هذا مش حشو كلام. الفيزيكال ان نيرفس ستيت يعني واحد مصدع مريض، يعني واحد مصدع مريض. طب واحد عنده loss of appetite، فقدان الشهية، يعني مريض. يعني واحد عنده vomiting، براجع من أعراض أو نظرة غلط. طيب سؤال، عملت أنت وصفة وبعتيها للأوبتيشن، نفذ هذه، العيان بعد اسبوع جاكي
قال لك سوري I am discomfort discomfortable discomfortable يعني غير مرتاح تعبان يعني blurry noticed what's your behavior in such cases your behavior The first behavior is to examine the lenses in the spectacle. أول behavior يعني أمسك نظارة وحطها على اللينز ميتر وأشوفه. ويعني من النكت اللي مرت علينا في حياتنا. كم إن وجدنا الأوبتيشن حاطط اليمين بدل الشمال والشمال بدل اليمين. صدقوني. قلبهم قلبهم وكم لقينا الأكسس أو سيلندر بدل ما هو في 90 لقينا في 180 من النكت اللي صارت معي أنا يعني يمكن أكثر من مرة إن الراجل بيقول لي أنا هيك مش شايف كويس راح طلع النظارة هي قال لي أنا هيك مش شايف لكن لما بعمل هيك بشوف والله هيك قال لي هيك تمام أما هيك مش تمام طبعا واضح إنه قالب اليمين شمال وشمال يمين إجا سؤال مرة في دورة الأطباء اللي بيقيس الضغط أرتير بلاد بريشر نيرس شاب أو بنت يعني فبقول للنيرس إجاك قال لك arterial blood pressure of this patient is 200 on على 120 200 على 120 مليمتر زئبق إيش تعمل تكتب علاج وكتبت علاج في عليه مسؤولية يعني ولا ايش تعمل تتحرك من مكانك وروح تقيس الضغط توثق يمكن جهاز عطلان يمكن الشاب لسه تحت التدريب او البنت تحت التدريب يمكن المريض خايف كثير وضغطه رامي فوق هذا انسان خايف وهكذا يبقى كتير بيجي مش مبسوط من النظارة يمكن السبب من الأوبتيشن غفلة أو أنا مقسته كنت أنا مش مركز كتير أعيده الفحص وهكذا أو في مريض بيهول لما حطيته على الشارت شاف فيها 6/6 أقول له يا عمي والله إنك أنت كويس بس تعود عليه كم أسبوع هتجمع 100% المهم في الآخر المشكلة عند الأوبتومترست المشكلة مشكلتك حتى لو غيرك غلط المشكلة مشكلتك إلى أن يثبت العكس طيب عندي إيرول قاعدة إيش القاعدة بتقول The younger a patient is the more active is his accommodation إيش القاعدة يعني بتقول كلما كان المريض أصغر في السن كلما كان الأكوموديشن أكبر أقوى طب إيش مترتب عليه لما عمله كوريكشن أيوة إني أعطيه نظارة أقوى عدسات أقوى and the more we may under correct under cycloplegia يعني زي ما قلنا إحنا قبل شوية زائد 7 في سن 5 سنوات وعشر سنوات وخمستاشر سنة هنا أعطيت 6 وهنا أعطيت 5 وهنا أعطيت 4 هاي معناها ديوبتر السن الأصغر
العضله عنده اقوى والاكونديشن اكتر قوه. وبالتالي انا عشان اعمل سبريشن للسيلاني ماسل بدي اعطيه عدسه اقوى، بدي اعطيه عدسه ايش اقوى، والعكس صحيح. ايش العكس صحيح؟ يلا مين يصيغ لي اياها بضد هذا الكلام؟ يلا يا ايات قولي، قولي بالانجليزي يلا. older the older a patient is the more less active his accommodation and we may under circumcision. طيب ثاني كمان قاعدة، the greater the latent hypermetropia. تعرفوا latent hypermetropia؟ latent hypermetropia there is the greater the residual accommodation and the more we under correct after sacroiliacia. يعني واحد عنده plus 2 without sacroiliacia، لما عملنا sacroiliacia وقسنا لقيناها plus 7. طب هذا الديفرنس العالي وين كان؟ حقيقة هذا الكونتراكشن وسنين مصل، السنين مصل مغطية هذا، هذا الليتنت مغطية الهايبر متروبيا، هذا مغطية بالسنين مصل. لما السنين مصل شلت بالقطرة بين 5 زيادة. طيب الآن أنا بقدر أعطي 2 بس؟ لا بعطيش، بعطي 3 لا أكثر من 5 وفوق. يبقى كل ما كانت الليتنت هايبرمتروبيا اللي كشفها قطرة السايكلو أكبر، كل ما كان الريزيديوال أكومديشن المختبئ أو المتبقي عشان هيك أنا بعطي عدسات أقوى وأقوى وأقوى عشان أقضي على اللي هو الليتنت هايبرمتروبيا، خاصة إذا كان بتعمل لي انترميتنت إزوتروبيا وأعراض السينوبيا. طيب on the other hand if the symptoms of eye strain are marked، إيش marked يعني؟ كبيرة يعني marked ملحوظة صورة كبيرة يعني، especially if indicated by mental or general physical state. دائما أقول physical جسمانية ومنتال ذهنية بينهم علاقة، الفيزيكال ستيت والمنتال ستيت بينهم علاقة. يعني بالله يقولوا لي يعني واحد مصدع بقدر بيقدر يركز في القراءة؟ يقينا لا. واحد عنده أبدومينال كوليك بيقدر يفكر سليم ويحل مسائل الرياضيات؟ بيقدرش. وهكذا. يبقى أنا عندي فيزيكال جسمانية تنعكس على الذهنية وتنعكس على النفسية على السايكيك ستيت. يعني واحد عنده ألم ممكن تقول يتهيأله أنه هو حيموت، بطنه فيه مصيبة، فيه سرطان، فيه 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 تنفجر زايدة عنده إشي، تلاقيه حالته النفسية حالة واحد بده يموت، بقول أنا خلاص خلصت أنا خلص، وبيبكي وبيعمل مالك يا راجل، قال خلاص والله مش راضين يقولوا لي أنا وضعي خطير، حالته النفسية ساءت كمان. يبقى ذهنيا مش قادر يفكر ولا يقرأ ولا حاجة، حالته النفسية ساءت جدا من الفيزيكال ستيت، من الفيزيكال ستيت، وتلاقيها هي من هايبرمتروبيا، من أستيغماتيزم، من حاجة يعني. أصلا الإنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيف، إنسان ضعيف. يبقى في الحالة هذه كان السيمتومز قوية قوية ومؤثر على الفيزيكال والمنتال ستيت، we correct as much as of the total hypermetropia as possible. إيش يعني؟
يصلح الى الحد الاقصى من التوتال هايبرمتروبيا. طبعا والسايكلوبليجيا تراينج محاولين as far as we can كل ما نقدر عمله to relieve. ايش relieve؟ البنادول relieves سيدك يخفف يخفف ريليف يخفف. The accommodation that produced by excessive contraction of cinemas. كل هذا احنا شرحناه بالتفصيل في الفراكشن 1 بس هاي بنعيد فيه. كل هذا شرحناه فاكر بالتفصيل في الاكوموديشن صح؟ طيب الان في حالتين زي ما قلت لكم قبل شويه في اكسبشن فيهم، حالة سبازم وحالة الانترميتنت كونفيرجنس سيكونت. الحالتين هذولا فيهم اكسبشن. حالة سبازم اوف اكوموديشن يعني السيلاني مصل عملت سبازم وعملت انا ريفلكشن لقيته هاي ايش هنا هاي مايوبيا ولا هايبرمتروبيا؟ ارتفيشال مايوبيا ولا ارتفيشال هايبرمتروبيا؟ مايوبيا. تنسوش في الحاله هذه وي كوركت ذا هول اوف ذا ايرور از كان از بوسيبل. يعني حتى لو لقيته زائد 10 10 ديوبتر بدي اعطيه 10 من 10 عشان ارخي سباسم. خلي تحت الاتروبين فتره تقل عن اسبوعين وبعدين اعطيه فول اتروبين كوركشن لفتره لما اشوف كيف. ودام بقول بلس تعمل سبريشن للاكوموديشن. تنسوش. طيب وقتيش ايضا بعطي عدسات تساوي كل الفحص البصري بالاتروبين؟ في حالات انه بصير مع انترميتنت ايزوتروبيا، لانه لو هذا ما تصلح نذير شؤم ممكن ايش يعمل؟ كونستانت ايزوتروبيا. ايش كونستانت يعني؟ ثابت ما يروحش. اصلحه وهو متقطع بيجي بروح ولا خلينا ما يثبت ويصير طبيعه؟ لا صلح. What if you in the first case؟ طبعا first case spasm. ليش بعطي العدسات الفول اتروبين كوركشن؟ To force rest on cerebral muscle using اتروبين. يعني بريح cerebral muscle المكمشة في spasm بالاتروبين. طب في الحالة الثانية الكونفيرجنس ليش بعطي الفول اتروبين؟ ايش خص الفول اتروبين في الكونفيرجنس؟ يعني الاتروبين له علاقه مباشره بالكونفيرجنس؟ لا احنا كده احسنتوا اندايركت. الاتروبين كوركشن هيعمل ريلاكسيشن واكوموديشن بيقللوا يعني، وبالتالي الكونفيرجنس بيرتاح ببطل كونفيرجنس كتير. يبقى هنا بقول لي هنا في to relieve يخفف convergence indirectly by relieving accommodation with plus lenses. بقول لي في الحالتين ال A وال B we insist that the spectacles are worn constantly طول الطفل صاحي وهو لابسها والا لن يجد الراحه لا في سبازم ولا في الايزوتروبيا. هنا مش موضوع اختياري، موضوع اجباري اوبليجاتوري يوز كونستانت يوز اوف ايش اللي هو جلاسز. 11 كونفرسلي على العكس من ذلك if there is a latent divergent squint what is divergent
يعني اكزوتروبيا يعني زي ما شايفين هنا عندي اكزوديفيشن. شايفين انحراف، انحراف وحشي للخارج، انحراف وحشي للخارج. في عندي دايفيرجنت سكوينت وي اندر كوركت. اندر كوركت ايش؟ الباور، الباور بتاع الاتروبين. يعني مثلا واحد طلع بلس 4 وعنده دايفيرجنت زي هي بعطيه بلس 2 بس. يعني انا لما اعطيه بلس 2 كان اعطيته ايش؟ كان اعطيته ماينس 2، خصمت من 4 2. يعني لما اعطيه ماينس ايش بعمل في الاكوموديشن؟ بزيده. ولما زيده بزيد ايش؟ كونفيرجنس، بدل ما هو ضعيف زود شويه. هذه قاعده مهمه جدا تشتغلوا عليها. انا ما بدي اياكم تكنيشنز فصل وركب نعد العدد، عملنا 5 عملنا 6 وصفات، لا. انا بدي الوصفه تكون افكتيف. الايزو غير عن ايزو. في الايزو بحط الفل او حواليها، في الاكزو لازم اقلل 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 قد ما اقدر. طيب يعني واحد جاييني ايميتروب، يلا ايميتروب مش لاقي عنده اي عيب بصري بس عنده دايفيرجنت سكوينت، انا جريء بعطيه ماينس 2 وبشوف البيجن بالماينس 2. عارفينه بالماينس 2 شاف 6 على 9 بالعينتين بس الدايفيرجنس تحسن بخليه يمشي باثنين شهر وبعدين بشوف كيف. احيانا في خرب بده جرأه بدوش تردد. وهو اذا ما فاتش ما بيدور صح؟ واحد بقولوا انت لما تتبلش تقول تقولش بسم الله الرحمن الرحيم، تقول الله أكبر. قال لو رحم ما ذبح الإنسان، لو رحم ما ذبح، الذبح بده جرأة فبقول الله أكبر. الله أكبر يعني للحسم، أما بسم الله الرحمن الرحيم إيش؟ للرحمة. آه صح. ليش أنا أعطيته أندر كوركشن يعني ماينصات؟ يعني إن هوب by stimulating accommodation we may stimulate convergence. اصلا ما نفعش كده، هينفع السيرجري. ان ما نفعش كده يعني انتوا الخط الاول اللي بيعارك الحاجات الميديكال الطبيه اللي بينفعش فيه المناحي الطبيه السلميه بينفع فيه السيرجري. واقول لكم كثير من السيرجرز بتنعمل لخطا الاوبتومتريست. انا بقول لكم انا قارئ في ابحاث جديده انه الفول اتروبين كوركشن لما نعطيها بتوفر 50% من العمليات الجراحيه للايزوتروبيا. صدقوني 50% لو احنا ادرنا المعركه بثبات سنه كامله وفر العمليه الجراحيه. مين احسن؟ اعطينا الضاره سنه باحكام وبعدها يطلع سيف، ولا ارمي في عمليه ويمكن العمليه تعمل له مشاكل، تعمل له بدل ايزو تعمل له اكزو. بعد الايزو العمليه كثير منهم بيجوا اكزو، قص اكثر من اللزوم في السيرجري. انا قارئ في بحث جديد انه موضوع الفول اتروبين كوركشن او حواليها انه بعطي نتيجة 50% لمنع الجراحة في في في, في السترابيزمس سيرجري.
مش كله مش كله. المهم انه يعني احنا نحاول ندير الموضوع باقل قدر من الخسائر. طيب الان بدي اقارن بين الحاجتين، بين انسان اكتف وعنده ستيدس لايف، ستيدس من قراءة يعني منقطع للدراسة، وبين واحد عنده نو ستدي ولا بقعد على ديسك ولا إله خاصة وبيشتغل اوت اوف دورز. اوت اوف دورز مراعي الابل، مراعي البقر، صياد، زراعي، بناء، سقاية، ما بيشتغل القريب ابدا. ايش الفرق بينهم في الكوركشن؟ بين الانسان الاول المقاطع للدراسة الذي عمله كله اوت دورز خارج الابواب يعني. الاكتف ومنقطع للدراسة بده الهايبر متروبيا فول كوركشن عشان ارخي الاكوموديشن. طب والانسان اللي بتاع المراعي والسقاية والزراعة والصيادة نو كوركشن، وشيله في النظارة وشيله في النظارة. انا اجاني واحد ميكانيكي سيارة ولقيت عنده عيوب بصري زي هذه، بقول والله انت علاجك لازم عليك نظارة. قاعد يضحك، قال لي يا دكتور انا بتاع نظارة. قلت له قال لي انا في زيت السيارات من الصبح للمساء، انا بروح كل وشي اسود اسود يعني النظارة كل خمس دقايق بدي امسحها يعني. فانا اقتنعت بالكلام، قال كيف يعني انا كيف بدي يعني بدك يعني البس نظارة، البس نظارة تحت السيارات يعني والغبرة والهذا والزيت. فقلت والله صحيح يعني هذه نظارة استعمال مؤقت، بس كان انت بدك اشي اكتر، بدك ليزك او بدك اشي، وهو ملوش في الحاجات القريبة هذه اشي. طيب عشان اخلص بس نقطتين ثلاثة فيما تبقى من الوقت، جنرالي قاعدة برضو، قاعدة the more fully the error is corrected the better the result. ايش يعني؟ يعني كل ما صححنا اكثر كل ما كان النتيجه. هاي الكلام، كل ما صححنا الخطا الانكساري بتاع الهايبر متروبيا اكثر كلما كانت النتيجه افضل. بس always provided that بشرط، provided that يعني بشرط the lenses are compatible with good vision، compatible تتجارى او تتماشى مع good vision. يعني انا ما اعطوش احسن كوركشن وشوف 6 على 24 لا، هذا مش مقبول منطقيا. 6 على 24 يعني 6 على 9 بلس 2 صغار يعني 6 على 9، 6 على 9 وشوي ماشي، اما 6 على 24 لا. يعني بالانس، كفتين ميزان، كفه يمين وكفه شمال. الفيجن مع الراحه، الفيجن مع الراحه 14 as a compromise حل وسط، تسوية compromise تسوية أو حل وسط. يعني difficult case like high hypermetropia، يعني افرض واحد طلع عنده plus 12 في مر علينا وأكثر من هيك، it may be well to under correct considerably at first. يعني مثلا أنا والله لما طلع 12 أعطيته 8 وبعدين كل شهر to strengthen the lenses at intervals gradually، بعد شهر بعطيه 7، بعد شهر آسف بعطيه 9، بعد شهر بعطيه 10، ممكن لو احتاج 10.5 أو 11 gradually of a few months until the full correction is comfortably borne. ليش؟ لو أعطيته من أول مرة 12 من 12 يعني زي ما يقولوا نوع من الهيفي كوركشن
ونوع من sudden change، تغير مفاجئ. انتلربل، غير محتمل او لا يتحمله العيان. لذلك انا ايش بعطيه؟ الجرعه في دفعات، شهر 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 شهر. لما يكون هو هضم الجرعه الاولى تحملها بعطيه الثانيه، تحملها بعطيه الثالثه، وهكذا. طيب اخر شيء، or it may help to advise weaker lenses for distance and full correction for close work، يعني two pairs of glasses. يعني ممكن أعطيه plus 3 للشارع وأعطيه plus 4 نظارة تانية للإيش؟ للريدنج. طيب شابة عمرها 20 سنة أعطيها نظارتين، صعب. طب لو أعطيتها بايفوكل يعني نوعا ما أحسن، أرقى، بايفوكل أرقى صح؟ طيب لو اعطيتها بروجريسيف، بروجريسيف افضل وافضل، بس حسب الحاله المعنويه والماديه كمان. بروجريسيف 600 شيكل، باي فوكال 200، و تو بيرز اوف جلاسز في حدود 200 برضو. يعني فيعني الموضوع موضوع كبير، لأنه يتعلق بإنسان، يتعلق براحة، يتعلق بنفسية، يتعلق بمستقبل، يتعلق بدراسة، يتعلق بأهل وبمجتمع، وليس مجرد أني أنا تكنيشن إن زبطت زبطت ما زبطت يروح لغيري. كان أنا هذا مبدأي فاشل، كان أنا مبدأي أني أنا بدي أشتغل زي ما بيقولوا بروفيشنال بصورة مهنية، بنجح وبريح الناس، وأرجو أن أكون ممن يعمل وينفع، ممن يعمل ويفيد. وقل اعملوا فسر الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم وبارك الله فيكم.